النجم الذي قال عنه باتو انه اكثر الايام حزنا في حياتي، انه الافضل في تاريخ البرازيل. النجم الذي قال عنه بيلي انه لقد ولد خليفتي ويدعى رونالدو، مع ان بيلي نفسه قال في مناسبة سابقة ان المصنع الذي قدمني قد اغلق ابوابه. الظاهر رونالدو يرى المدرب الكبير الراحل بوبي روبسون يرى بأن أمثاله أي أمثال رونالدو لا يوجدون في العالم، إنه مدهش بكل معنى الكلمة. بينما قال أحدهم يوم من الأيام اللعب ضد رونالدو أشبه بأشغال شاقة مؤبدة، في تشبيه معبر جدا، لأن المدافعين يرون بأن أن تتواجد أمام لاعب مثل رونالدو فهذا يعني بأنك كأنه قد حكم عليك بالأشغال الشاقة المؤبدة. وهو الذي قال في يوم اعتزاله معنا في الصورة: لم أعد قادرا. على ماذا يا رونالدو؟ لقد حان الوقت لقول كلمة وداعا. وأضاف: جسدي يؤلمني، ذهني يريد مواصلة اللعب، لكن الجسد يقول لي لم يعد بإمكانك فعل ذلك. بينما يرى رونالدينيو أنه مثله الأعلى ولا مثيل له في كرة القدم، واللاعب الذي سجل وحطم رقم جيرد مولر، واللاعب الذي جلب للبرازيل كأس العالم في عام 2002، واللاعب الذي بعد ذلك لعب للكبيرين الريال وبرشلونة، ولعب للكبيرين في ميلانو، ميلان والإنتر. ربما تأتي الكلمات من موراتي كذلك الذي يقول: أشعر بحزن عميق. هذا كلام موراتي، إنه أفضل مهاجم في تاريخ الإنتر، إنه أفضل مهاجم في تاريخ الإنتر، اسمه محفور في نادي الإنتر والكل يحبه في نادي الإنتر.